الزمالك يا سيف فنيا هم اعلى فرقه في الدوري، وبتكلم كفرقه 11 وكسكواد بدايه. واكبر دليل على كده ان انت لما وقع منك 2 3 لعيبه لظروف مختلفه ما تاثرتش، وحصل لك زياده كمان ان انت طلع لك 2 لعيبه صغيرين جامدين جدا، امام عاشور وفتوح، كانهم بيلعبوا في الزمالك كابتن حازم بقالهم 10 سنين. الراجل فتوح ده يعني انا شفته السنه اللي فاتت كان عادي، والسنه باك ليفت عنده مشاكل، وحتى مع منتخب الاولمبي السنه دي تحس ان هو بيلعب في الزمالك بقاله 10 سنين، حتى تحت ضغط بيدافع واقف. لا وامام جدا، وامام فورمه جامده كويس قوي، تخطيط العكسيه عنده هايله، تخطيط العكسيه كل كره عاليه طالع زنيد لحد. الزمالك فرقه كبيره، لكن انا زعلان ان لازم الزملكاويه يتعلموا من الدرس، اللي ما يتعلمش من الدرس يبقى غبي. النهارده الزمالك بقى اول الدوري، وابتدى الناس تتكلم في النادي وبره النادي وحوالين النادي، متصدر لك كلمني بتاع. كم مره كنا احنا اول الدوري وخسرنا الدوري؟ انا في رايي ان لازم النغمه دي يا كابتن حازم تقف. مش حاجه اسمها ان متصدر بتاعنا، لسه لعبت 7 8 اسابيع بس، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الكلام ده هو اللي بيوقع الزمالك. لازم يبقى في تعليمات من المسؤولين وتعليمات للعيبه. يعني انا النهارده مثلا انت بتتكلم في حاجه ميدو، برضو الجمهور من حقه يفرح. اللاعب هو الجمهور، مش بتكلم في الجمهور، اللاعب يقفل على نفسه يا كابتن. انا بتكلم مش بتكلمش على الجمهور، انا بتكلم على اللعيبه يعني مثلا. لا ما اللعيبه ما تصدقش الجمهور أول دلوقتي في فرحان أول يعني. مثلا اول حاجه بعد الماتش، اول حاجه بعد الماتش مثلا زيزو منزل تويتايه نمره واحد مبروك، فاهمني، وكاتب نمبر 1. لسه بدري قوي ان انت تعمل الكلام ده، ومش المفروض تعمل الكلام ده حتى لو ناقص ماتشين على الدوري. صح. لازم اللعيبه كره القدم ما تحتفلش بدري، ما ينفعش، بالذات ان انت المنافس بتاعك الاهلي منافس متعود ان هو يجي يجيبك تشيس باك ويجيبك، فلازم النهارده الناس تتعلم. مثلا نائب رئيس النادي مثلا هشام بيه، راجل محترم جدا وكل حاجه، لكن النهارده اول تصريح ليه بعد الماتش يا حازم: الحمد لله احنا متصدرين ودائما نفضل في الصداره. ما تتكلمش على الجدول دلوقتي. بص الراجل باتشيكو قال لي يا كابتن حازم اول بعد الماتش، قال لك انتوا يعني تبقوا مجانين لو بتتكلموا على الدوري دلوقتي، احنا لسه 7-8 اسابيع. لازم نفضل متواضعين، لازم الماتش اللي جاي بالنسبه لنا ماتش صعب جدا، لازم ناخد ماتش بماتش. لازم ياخدوا من عقليه باتشيكو، ما ينسقوش ورا عقليه الناس. انا اسف ان انا اقول كده يعني، اللي بتزيط الناس اللي هي يعني ما اعرفش انت رايك ايه. ناس طبعا اللي... طبعا اكيد يعني. بص الجمهور من حقه يفرح وينبسط، لكن اللعيبه لا، لان الجمهور بيفرح بالنتيجه، وانا يعني اكيد احنا فرحين ان الزمالك كسب، بس انت كلاعب لازم تبقى لسه واقف على الارض، لسه ما كملناش نص الدوري يعني، لسه بدري جدا. ايه اللي خلى الزمالك يكسب وايه اللي خلى الزمالك متصدر؟ هو ده اللي هيخليك تاخد الدوري، انك تلعب بنفس الريتم، تلعب بنفس الروح، تلعب بنفس القوه. النهارده الزمالك دلوقتي بيجيب جون دايما في الشوط الاول، وبيقدر يحافظ حتى لو مضغوط، بيقدر يطلع بالواحد صفر، وممكن يجيب 2 أو 3، لكن دايما 1-0، دايما كلين شيت. دي مهمه جدا. السنة اللي فاتت الزمالك ماتشات كتيرة يجيب جون يخش فيه جون، يبتدي ماتش عشان داخل فيه جون، اللعيبة مش مركزة. النهاردة انت بتلعب من غير مصطفى محمد ومن غير ساسي، بتعمل ماتشات كويسة جدا، وبتلعب لعيبة بن شرقي يعني طبعا بيضحي ان هو مش مكانه خالص، او مش عارف يلعبها هنا في مصر، ممكن بيلعبها في الوداد، لكن مش هو لما بتلعب ناحية الشمال، لكن بتلعب بالشكل ده وبتروح للجون كتير. يعني النهاردة في ماتش الجونة كان ضيع 3-4 تجوان، في منهم الشوط الاول انفرادات من نص الملعب، والشوط الثاني انفرادات، ورغم كده انت برضه مفيش ولا هجمه تحس ابو جبل جات له، كله شوط تسديد بتاع، لكن مفيش حاجه فعليه على المرمى. اللعيبه كلها النهارده محمود علاء ما بيلعبش ولا 3-4 ماتشات، وبتلعب عبد الغني وونش، والدنيا ماشيه تمام. في بدائل هايله في الزمالك دلوقتي، بدائل عايزه تبقى تبين نفسها. صح. يعني انت ممكن يبقى عندك بدايل وشكلهم كويس قوي واسمهم كويس، لكن ينزلوا تلاقيهم بعيد جدا ومش مركزين، عارفين البدايل مركزه وبتتمرن كويس. النهارده شيكابالا هو عنده 35 5 سنه 34 34 شيكابالا وهو عنده 20 سنه ما كانش بيدافع كده، كانش النهارده في كوره في الشوط الثاني راجع لغايه الباك ليفت، بس ده المدرب كان عايز. لا ما باتشيكو عامل السنه اللي فاتت، بس كانش بيعمل بس كده، هو يبقى عنده قرار ان ينزل دي هو احساس بالمسؤوليه، احساسه بالمسؤوليه ان هو ينزل يطلع مع الوينج ليفت بتاع جونا في الكاونتر اتاك، ويعمل سبرنت ويقف لغايه لما حازم يجي. الشوط الاول نفس الكلام، وبتستعملها في الشوط الثاني. فاللعيبه عندها اوباما ما شاء الله الله اكبر، يعني من اول ما نزل السنه دي مستواه عالمي، رقم 14 فرق معاه، 14 فرق معاه جدا جدا. يا ريت يبقى كده يعني، ربنا يكرمه بيها ان شاء الله. هو النهارده اول ما جاب جون اوباما عالمي بيلعب ربنا يعني سروهات اجوان، بيكمل الماتش التالت على التوالي بيجيب اجوان، بيعمل ماتش حلو.
الفرقه كلها مش عايز انسى حد يعني. كان محتاج فلوس هو كل اول ما جدد عايز اقول لك ان هو ارتضى يعني. كل التوفيق طبعا لفرقه الزمالك في اللي جاي.